عاد عندك التاخير. مرحبا مرحبا بك. بك وهلا والله مرحبتش. ايوه اللهم صل على النبي المحبوب الشايب يا خيتي شافي 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 حق شافي من العلل ودواء القلوب ودواء القلوب ومقر العذرات ومفرجة 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 الكروب ومفرجة الواب ومفرجة الكروب الله دخلنا حين المختار دخلنا حمار مختار يا ربي حمار مختار يا ربي يا ربي من مكري من مكري ربي من مكر من مكر ما يري زين قام كل جبار ومن سحري سحري قام قارا قايري زين حط قام كل كاكا كايدي كايدي كيد على أهل المناكر من كل كيد كيد على أهل المناكر الله إلا زي يا نبي الله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله على يا ليك يا ليك يا ليك الوجه الوجه المنير يا النبي عليه الصلاة والسلام والله الله زين والله الله زين أنا يا بركة دائما أنا إذا نعود البرنامج كان متوقف يعودوا شي مساعدين لهم شي متفقدين البرنامج صار متوقف يطلع عليهم دائما الإطلالة متينة من نوع الإطلالة وارك فنان كبير يعود صوته ما هو عادي به الزين وحضوره ما شاء الله معروف كيفك أنت مثلا مشاهدي الأعزاء محترمين بإمكانكم التواصل معنا عن طريق الرقم 45 25 32 66 45 25 32 66 45 25 32 66
ومرحبا بكم سهلا وسهلا، ومن أجلكم نحن هنا. بركله تكوين طبعا شهر جمعه من الشوارع ان شاء الله المدرسه التمايلها. ايوا تبركم قد ما والله نحيو تقات مال. ايوا بسم الله Shut up!
ريما انت ريما ياك يا ريما دنن 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 يا 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 نزل على دنجو تدنى دنو زين حتى حسك بركها حسك زين ولاه معتاد والهانة قلت في تقديمي حسك زين ولاه معتاد حسك زين ولاه معتاد والهانة قلت في تقديمي وقلت اكيد في تقديمي زاد عنك فنانة في قديمي تقديمي زاد عنك فنانة في قديمي عنك فنانة في قديمي دنا دنا الله اللي زين الله اللي زين حسك زين ولاهم عتاد والهانة قلت في تقديمي وقلت في تقديمي عنك زاد قلت في تقديمي وقلت أكيد في تقديمي زاد عنك فنانة في قليمي. إذا المشاهد المحترم بإمكانكم تواصلوا معنا عن طريق الرقمين 45-25-32-66 وكذا 44-70-05-00 لهين بيض وكرم عندي اتصال الو مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا يا اهلا مرحبا وسهلا واهلا بكم هذا بارك الله فيكم من معانا من معانا معكم محمد وكيفه محمد وكيفه اهلا وسهلا وخيرت بك مرحبا بك وسهلا مرحبا وسهلا ولا تفضلوا مرحبا انا طالبين منك انت كدوم مشارك ها انت مشارك تقول ان شاء الله دائما نشارك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيكم وعليكم تقول ان شاء انت ان شاء الله ما في مشكله ان شاء الله بارك رايي يا زين رانا شاكرين على الاطلاع الليله بارك الله فيكم وعليكم الصحه شكرا سمو اخونا باكلي ان شاء ما انا هنا باخذ حاله ان شاء الله مرحبا بكم السيدة وهلا وخير ألو مرحبا ألو مرحبا سلام مرحبا يا أهلا وسهلا ياك لباس من معانا قطع على كل حال بارك الله فيك وشكرا جزيلا على الاتصال ومرحبا بكم السيدة وهلا لك حنا بيضناه سيكي الو مرحبا ساقت تبدأ الفنانة انا ساعة تبدأ الفنانة ما تتقابل حدي غير ساقت تبدأ الفنانة تفضلوا السلام عليكم ورحمة الله يا مرحبا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا تفضلوا ايوه لا اله الا الله زاد وانقطع الو تفضلي اختي ايوه قلت انت يا شي بركة بعد نسوي لك سابقة تفضل لا شك انك حسك زين ان شاء الله ما في نقاش قال مدراء انت برك حس تاك تعرف انك حسك زين والله ما تعرف هيك ان شاء الله انت عرفت انك حسك زين والله حسيتي بانك عندك صوت ينافس انت حسيتي بها ما بتقع في الحقيقه اكدت انه ينافس هو ينافس لا شك انك صوتك شكرا. زين ما في نقاش غير انقطع عني قط مره في اول مره نحس اني عدت بحسي اها في منطقه تهلي هوك كوش هلي انا ولاد محمود عبد البقرو مره تميت لين قبطني بحمانعه ولين اللي قبطني حتى اللي انقني به وحين البنات وفي الكلمه عود نقبل الاتصال انا ماني قادر نتنفس وتمت اللي انعاسر بها لقنا انعاسر بها لقنا
لين حسيت بيا وجعتني حنجرتي، وجعتني دب وسخرتي، تألم أتنتألم منها. وتميت اللي أنا تنهو الحاجة اللي عندي خويا قبول حمبارة خلي لي سألت الله يقول لي يا أختي لا تفرصي رأسك لا تتعذبي، أنت ما نقادة تغني وتفرصي رقنا لهاش، وأنا حاسة بيا تنقول شي ما كنت نقوله. حسيت في يوخة أول مرة نيت الدقدق خرستي زين أضرها الدقدق تقع الخرزة في ألم هذاك وجيع هي الدقدق وتو لاحظت أني أتنبرم عجيب. وتو تميت لين عاد ليلة قبل هو قطار قدام الخيمة في عبد البقر وأنا تاكي يا حاجة الخبط تميت لين دوالي قابل قطار ودير بربيع قعدت له وتيت نقول له بيت في تيت نقول له بعض قليل في السينما قال لي درقتي زين حتى نرى كان قد تعلي لي بصورته هاي قلت له والله لنقدر عدو لك بغا تعلي طوله بنفس الطريقة قلت له من هون بقى عرفت انك عرفت انك انك قاعد تقول شي لباس بي نرى كان المشاهد الكريم مازال معانا والله قطع الو مرحبا الو الله لا زين حتى الو مرحبا احسن لنا وعليكم السلام مرحبا خبطوا شويه غادي ناقصين الو مرحبا يا مرحبا وسهلا وهلا ياك لباس حالكم انتم ياك لباس عليكم ما شاء الله من معانا معك الشيخ ابن من واليبو وخيرت مرحبا بك وسهلا وهلا رانا مباركين لكم هاي العوده الميمونه للبرنامج اكرمكم الله الله يبارك فيكم وشاكرينك على هذه الاسره اللي صابت الليله والله يبارك فيك شكرا والله هاي الفنانه المسيح اللي قدمها ياسر من الزمان عنترها والله اللي حق لا شك ورانا بعد من الناس اللي لنا ياسر من الزمن هذا الانقطاع اللي خرج من برنامج كنا شايفين التلفزيون الوطنيه والحمد لله اللي راعي سكراتكم وراعي سعتركم البرنامج الله يرانا شاكرين من خلالك التلفزيون الوطنية الله كان القائد الله يبارك فيكم بارك الله فيكم وعليكم ورانا طالبين منك انك بارك الله ما دون وقع في انعاش الحلقة ورانا محيين فنانة يجازيكم الاحسان مرحبا بكم وسهلا وهلا مرحبا بك مرحبا وسهلا وهلا تبارك انا قلت قبيل في بداية البرنامج بدنا ضغط كبير الو مرحبا الو مرحبا يا الو 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 تفضلوا مرحبا يبدو انه ما هو جاهز قلت ان ضغط مشاهدينك كبير عليا الو مرحبا تفضلوا الو السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا وسهلا يا اهلا وسهلا الحلقه بعد زي سدي الله يبارك فيك صحة الله اللي شاكركم حتى الحرتين في الثقه قايد على الساحه والله والله بارك الله فيكم وعليكم مبروك لكم الحلقه الليله زين يجازيكم بالاحسان مرحبا بكم السيده وهلا يا مرحبا بكم السيده وهلا قلت لك جمهورك ما شاء الله يبقيك حتى مكسوم ترى هذاك شعور متبادل والله والله لا متبادل والله لا ها زايد عليه بشي حق الله الله يتبارك زين حتى يقول لنا شي هون قلنا بيت بهذا الكر قلت بيت الحق لي ايوه خيت قلتي حق بيت الحق للنوبة هم ابن نوبة بشكيلة 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 ورفعت مرق وذني هم مرق وذني ذاك البيت بيت البيت اللي الله الله ونبات ونبات مرق حق ونبات مرق يا قضني ذاك البيت
ذاك بيتك البيت الليلة لفت مرق بذن الأيام ذاك البيت الليلة الله 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 الشنان المعلوم الشنان الشنان شيلان نور يا المعلوم يا المعلوم المعلوم الشيلان والله الله والله 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 زين ايوه قلبي واحد واحد والمكلف وانا قلبي واحد واحد والمكلف كمان يخلق زاد كون الرد لما ألايك ما لا يخلق زاد كون الرد لما ألايك Thank you.
حتى بركة عن فني بالتكاد ماني لاهي نمرق ولا لاهي يخلق زادكم ودي بعد تخلق عن فني بالتكاد ماني لاهي نمرق ولا لاهي يخلق زاد عن فني بالتكاد عن فني بالتكاد ماني لاهي نمرق عن فني بالتكاد ماني لاهي نمرق ماني لاهي نمرق ولا لاهي يخلق زاد كل اللي فات تخلق زناتي ولا لاهي يخلق زاد كل اللي فات خلق فات خلق ولا لا لا كان المشاهد مسال معايا والله قطع الو الو يا مرحبا مشاهدة كريمة الو سدوم الشحالة يا اهلا وسهلا الو سدوم الشحالة يا مرحبا بك ما شاء الله ياك لباس ياك لباس يا اهلا وسهلا ياك الخير هاي الحرقة الليلة ما عاقبها شي بارك الله فيك وعليك وعليك متوحشين ام اللي كنا والله فنانة كبيرة هالشيء. يا والنبيك برك الشحالة. مساحة. بيك وهلي يا مرحبا. إعلامية بعد مساحة الفنية الأخرى فيها ما شاء الله. الله اللي وني ياسر الليلة تبارك الله مزين حس وتشوي وتبارك الله. والنبيك مرس. الله يخليك. الله ينسل ما لو الحمد لله أم اللي بادي والنبي. الله اللي وني بك تشي بيك وهلي. أخبر ما في النعمة. يا مرحبا وسهلا وهلا. يا مرحبا بيكم. يا أهلا وسهلا. ألو مرحبا قطتي قطت أثناء تقص فاقو دائما إلى حوار وقيس عليا مرة قط مرة الله انتين عدلت حلقات على بانكتات ولاحظوا هاش الناس ما يزين عنده يقولون الفنان ياتون لا يعود على الحصيرة وعلى الزربية والله على شيء تقليدي اوكي الفنان التقليدي هذا الفن التقليدي يا غير الفنان يا المشاهد الكريم ذيك الساعة لو كان خالق من باكتات ذيك الساعة زي ما يقول انتم القديم يعودون ونطرحوا للفنانين لو كان خالق اي فراش يسوى شنو قد جوتو يطرح للفنان الفنان ينزل متى وتد ما عنده شنو فرشتو وخالقه ياسر غير شيء فنان الفريق اللي هي فيه زود الفراش اللي فيه ينقبض وينعطى للفنانين معناها ان الفنانين دائما ياتون وقعدوا لا باحسن شيء واجود شيء موجود كارتوليت الملاحظه انهم لا يتمون وقعده وفرشان محصيره وتموا مديرين في الوضعيه القديمه اللي ماتت زينه ورد هذا ما هو صالح هذا رد على واحدين رغم ذلك متاكد انهم معلقين على هذا بقطع القول عليه مباشره على كل حال مرحبا وسهلا وهلا بالمشاهدين وحنا قد خدنا فاقو فنانتنا هي تقول ان بيتك حل ايوه No!
زين حتى والله البيت زين انا زين حاله زين زين حتى يقول ابيات الحرب يقاون الحقيقيين ها زين زين ما شاء الله زين 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 حتى والله اللي زين يلا هنا الو مرحبا الو مرحبا الو مرحبا كيف الحال يا لباس يا اهلا وسهلا ياك لباس يا الخير أنا معك شنو؟ مرحبا بك تفضل مرحبا إيش حالك مرحبا؟ ما دايك رايت الحمد لله؟ أرجعي لبا مرحبا بك السنة وانا ألو مرحبا تفضل تفضل بعد أني ما رأيته بعدها إن شاء الله عليك مرحبا بك مرحبا الصحة الصحة لك في زين عندك مرحبا بك ألو سلام يا أبو رجعت من شندارة ما يقد جنجال براك والله إلا حق ما شاء الله تبارك الله أقول هين الجو والله بتبارك الله والله إلا زين ما شاء الله يا أبي حتى سلام عليها حتى وليت مشاهدة معاك معاك هي معاك مبلغ بارك والله مرحبا بك السلوات بارك الله واني بيك واني بيك يا مرحبا بيك السلوات يا مرحبا بيك انت هي واخير واني بيك يا تبارك الله زين ما شاء الله الله إلا الصحة إلى قروة يا أمي واني بيك الله للصحة يا مرحبا بكم السلام وهلا ايوه ايه قلت انت جيش لو كنت انا حزين نحزم نحزم نزين متحزين بيانا يا وتفو زاد بنحزم زاد بنحزم نحزم زاد زاد بنحزم يا ملا يا هوي يا وانا يا الله الله والله الله
هذا زين حتى الله هذا زين. أنا زوان كان فترة متوقف ودي الفترة ضغطت لي مشاهدين برنامج زوان من داخل هون ومن خصوصا من الخارج مجاريات موريتانيات والبيضان في العالم كاملين ضغط ضغط ما هو عادي. وشاكرهم كاملين بصفة عامة كلهم باسمه واسمه، وشاكر بصفة خاصة هذا المجتمع البيضان الموجود في دولة الجزائر الشقيقة اللي ضغطوا علي ضغط ما هو عادي كاملين كاملين كل ليلة وكل نهار ما نفتح صفحات تلفون ولا شيء، ما جاوني اتصالات من الجزائر من هذا المجتمع البيضان اللي في الجزائر كاملين قالوا انهم ليلة زوان خالق انهم اللي منهم موجود في دسرة والله في بليدة معينة كارتيه مثلا يجمعوا كاملين في بليدة واحدة اياك يستنطوا البرنامج زوان. مرحبا بكم والصحة لكم ومنعكم خلق زوان اصلا من اجل لكم حفاظكم على هويتكم وعلى تراثكم وعلى عاداتكم وقيمكم خلال هذا البرنامج الذهبي. وبارك الله في كل مشاهدين برنامج زوان في الداخل وفي الخارج. ايوا شاهد قلنا بناتنا. الو مرحبا. الو مرحبا. يا اهلا وسهلا. يا مرحبا. انا معي انه هو الصحفي اللامع محمد الحي نجم. معك زميل محمد الحي. الحقيقه هاي الحلقه اكثر من رائعه. الله الله بارك الله فيك وعليك. دائما اعود مشاهدين الكرام مثل هذه الحلقات. اكرمك الله. باختصار ذاك الصعوبه اللي منين عادت الوسيله للوسيله هذا رائع شكلا ومضمونا تقديما واداء. اكرمك الله وبارك بارك الله فيك وعليك يا اخي. برنامج اكثر من رائع. بارك الله فيك وعليك. بارك الله فيك وعليك. غياب عن الساحه الفنيه يعتبر ظلم لها. الله يجازيك. ظلم المشاهدين اللي يتابعوا. الله يبارك فيكم. أعتقد أن ظلم جميع الموريتانيين جميع الصغار سواء في الداخل سواء في الخارج. بارك الله فيكم. يشبر فيه أكل يلوذ له. بارك الله فيكم عليكم. ناحية زين ناحية الهول يبقادين أسراعه. أكرمك الله. باختصار كما قلت لك. لا لك وبل منين عادت المسيلة المسيلة حتى هذا هو كيل برامج السورية. لمكتملة تمام. الله يبارك فيك. تحية لك وتحية لضيفك وللفرقة اللي معاها. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. أبدعتم. أكرمك الله. أكرمك الله يا أخي. والله عز. شكرا لكم. والله الله شكرا لك أنت والشرف عظيم البرنامج. شرف عظيم من الاتصال راه هو شرف عظيم. أنك تتصل عليه أنت والله الله شرف عظيم على مولانا. ولا بارك الله فيك وعليك وشكرا. ولمثلك مولي أنت خلق زوان. مرحبا بك. ايه قلت انت يا اختي بلاك يا غريري حق بلاك يا مغريري اشباب بلي حق
بعد دوشني ما ميفا ما ميفا ما ميفا أقرأه ما ميفا أقرأه بعد دوشني يا ليلى يا كالينا بعد هو اللي والله الله يحميك انت ورقت انت زين حتى لله هنا لهن قسوا لك حال لهن كحلو انت كان متصل مزال فهم انا ما قديت نقول بي الفنان الحق ذاك نصرت شورها الو مرحبا الو وعليكم السلام مرحبا يا اهلا وسهلا مرحبا وسهلا واهلا تقديم المتميز الرائع وعلى الحلقة الرائعة جدا أكرمك الله الله يبارك فيك وأشكر الفنان العظيم القدير يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك شكرا الله مرحبا بك وسهلا وأهلا الله يبارك فيك أهلا وسهلا مرحبا وسهلا وأهلا وخيرت مرحبا وسهلا وأهلا بركة أنت محمد أقلف الحنبار والله اللي مرحبا بك وسهلا وهلا بك وهلا هناك جاي لك حال ما هو لا لا حق بعد عددني خالد بقاطع يديني وقاطع يديني ديني وقاطع يديني ديني بقصة نحب علي ما 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 وقاطع يدين يديني بقصة حب علي ما 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 ما
الله صرت قال لها لا قتلتوني من هون وتوب ولا قتلتكم ايوه ها الله 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 برك تقولي نسي هذا رجل الزين في مكالمة ألو مرحبا ألو مرحبا ألو مرحبا لك ما قد يوصلنا ألو مرحبا بينه معي يمرق فيه يقول لنا ألو قلت لك هذا الدين زين لا شك كل حد برك يعرف يبرك انت حمباري يعرف ان هاد دينها معنا فتنا قلنا نحس زين وحقيقة اردينك زين مولي نبيك مرس زين رسميا اردين حقيقي سمعتي مدرى كانك عندك قصة مع اردين هذا كيفاش تعلمت يا اردين والله كان كلها فقط يدي كنت تخبط يا اردين وتوف والله ايه شنو انت يا واردين والله عندي معها قصة ايه شبتها هذا اردين معلم توري والد شي العربية توب وجد مسيد احمد الله ولي رحمة الله الله يرحمها ان شاء الله الله يرحمها ان شاء الله علمت لي انا صغيرة حتى يعني ما بدرت على راسي مع اتصال الو مرحبا الو الو مرحبا الو مرحبا مرحبا اهلا وسهلا ما فيك وانا حاسس فيك يا مرحبا وسهلا ولاك لباس اخر الله يبارك فيكم هاي الحلقه ليله زينه الله يبارك فيكم الصحه لكم في زين عندكم الله يبارك فيكم الصحه لكم في زين عندكم مرحبا وسهلا واهلا مرحبا وسهلا شاكرين اطرد الحمد لله كامل الله يبارك فيكم شكرا جزيلا يا اهلا وسهلا مرحبا بك وهلا يا مرحبا وسهلا وهلا هي قلت لي انك حسيتي مزات في مكالمه الو مرحبا جمهورك ما اعطينا فرصه نسمعك الو مرحبا ما شاء الله لعل تقولي تعينت فيك فتبارك الله الو مرحبا اهلا وسهلا معانا مرحبا بالمعجب شحالك معجب ياك لباس الله يبارك فيك ماك ما سمعته قلت ايش ايوه تفضل تفضل الله يبارك فيك على كل حال شوف خويا بارك الله فيك وعليك شكرا جزيلا احنا نفهم انك معجب بنا جزاك الله خيرا احنا مولي معجبين بك انت غير ما تواصلنا اللي تقول ما الخط معه زين اي اوكي ومرحبا بك وسهلا وهلا لا تقطع شوي وتربينا بلي صوتي يتقطع ما يجينا الافكار ما تجي متواصله هيك قلت يا سي بركه قلت لك اني معلم توري ذيك اللي يرحمها سرت الله الله يرحمها ان شاء الله استصغيره اها بعونه من راجل من كنت رحمه الله علينا وعليه قالوا خطار ولا احمد محمد اخرت الله يرحمه ان شاء الله كان مولي مقارع لي باستصغيره حتى ومواكب علامتي معاها عدم الابيات الشعر واقول له ما نسامح لحد يشون مع عدم بركه الابيات ويطلب منها دائما بالدوام بالدوام تعطيني درس فارتي زين تعلمت مستصغر الحمد لله تعلمت مولي من هي مدرسه كبيره هي لا شك كانت خليفه الشيخ الدبواشه كانت لا شك لا شك لا شك في اللي تخبطت دينت كامله فارتين كانت الله يرحمها رحمه الله علينا وعلى سلطه الله ان شاء الله ان شاء الله ربي الو مرحبا الو السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا اهلا سد مش حالكم يا قلبات يا مرحبا وسهلا وهلا معك من الطيب ولا لمين من عطاء أخيرت بك يا مرحبا وسهلا وهلا أخيرت بكم انتم اجباكم صعيد ايوه رايك تبع دريت نظرك ولا تيت عندك عذر لا قول ذاك اللي هي تقول
مرحبا بك تفضل. لا هذا البرنامج نحن نشد ودول خلاصنا كان. أيوة الحمد لله، رأيكم رأيتوه الحمد لله. والله الحمد لله الإجبار. أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. أرانا لام تلنا لام دايرين وفيداك أنت تتم الله في ملاك بأخونا ولا تقطعوا فينا الصيد مرة إن شاء الله. ما نبقى الحالة، أنا ما نقول نقطعوا بإرادتي، لا تجي ظروف معينة تفصيل أنه يتقطع في الفترات غير بعد ما نبخذوا حالة. الله يبارك فيك أكرمك الله، مرحبا بك أستاذ أبو هلال. رانا طالبين لكم ثم اللي أخفق أنه وزن يعود معروف لش إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا بكم أستاذ أبو هلال. يا مرحبا بكم أستاذ يا مرحبا. هي قلت انت قول لنا الشيوخ عندنا جبارك ردايدا عندنا جبارك ردايدا أمامك ردايدا من حزيم النار وداي جبرو مجنون ليلى ولا جبرو ولا جبرو ولا جبرو ونزا يار يا جبرو مجنون مجنون ليلى ليلى الله الله يا جبرو مجنون ليلى مجنون مجنون ليلى ولا جبرو ونزا زلينا جبر كل ليلة. أيوة 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 والله الله ها. الله 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 يا طرح 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 يا طر
حدو إذن لهنا دانك سربيال الله نخطو وسنو من الكحال اي والله او بعد انتو يسلموا لها تخبطونا وزن مشترك هون والله يخبطوا بعد خبطوا وزن مشترك ابن الكحال قد سابق تبدو عندي مكالمة سوي سابق تبدو الو مرحبا ايو مغرى باس ما شاء الله ياك لباس يا الخير يا خير يا اهلا وسهلا من معانا؟ من معايا؟ معاكم واحد قالوا محمد دو هاي برنامج زين معاكم واحد قالوا محمد دو مرحبا بك أستاذ أبو هلا هاي برنامج زين الله يبارك فيك بارك الله فيك وعليك أعزمينك خرط وأكثر وزنين شينا هاي برنامج زين الله يبارك فيك بارك الله فيك وعليك قيم تبارك الله أكرمك الله مرحبا بك أستاذ أبو هلا يا أهلا وسهلا مرحبا الله الله تابعي اي لا يخبطوا لنا وزنهم الله زين الله زين اذا لهنا لهنا قصر بياض وقتنا ما تراسل حتى لهنا قصر بياض الو مرحبا الو مرحبا الو السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا شو ما في ياك لاباس مرحبا بالضيفه يا اهلا وسهلا مرحبا بك الله يبارك فيك مرحبا بالي مرحبا بك كل خير يا اهلا وسهلا شو ما في ما شاء الله مرحبا بك راين افتقدناها ها نصير تم بسم الله طلع علينا من هو؟ إن ما تطول عليكم من بركة. آه على سات طول آه والله. إن شاء الله ما تات ما لحق بركة ماك ما تطوليها. وعد وعد. إيوة توقعتنا وعد ما تات. إيوة تعالك مرحبا ون. إيوة الله يبارك فيك مرحبا وسهلا وهلا. مرحبا وسهلا وهلا. يا أهلا وسهلا.
الله يا الله جيك وانك ما قد حق الو مرحبا. الو مرحبا. صار لي من الخير. يا اهلا وسهلا ياك لباس. مع السلامة الحمد لله صار لكم. يا مرحبا وسهلا وهلا تفضلوا مرحبا. مرحبا بك نعرفكم الله على بسونا احنا والكوش الليل وتو. الله الله الصحة الله الله الصحة. والله الله الله الصحة مرحبا بكم وسهلا وهلا. الله يعلم مرة كنت حارقة خير. يا مرحبا تسالت. معك بيبي معك بيبي ولد ابو ما دوني بك بعد صار لك كثير. الله يدوني مرحبا السهلا وهلا مرحبا كبير. حياك الخير. ما شاء الله الحمد لله. ما شاء الله ما حاسسني. تبارك الله شو ما سنتو. ما شاء الله. منو وقع. نصر الصحة لكم شي زين عندكم مرحبا بكم. مرحبا بكم وسهلا وهلا. يا اهلا وسهلا. اها مين هو شور هون؟ ختاير مبات فداير مبات 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 فداير براك هننظر فيي براك هننظر فيي إذا في الخير أخي الأخير من واحدة ما يفيد إلا في الأولى خير من واحدة ما من واحدة ما من واحدة من واحدة من وما واحدة من واحدة من واحدة ما واحدة ما يفيد يا يفيد ويا 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 يفيد واحدة ما يفهم واحدة ما من واحد في يا يا في يا يا طلع تنخسرني بيدي تنخسرني بيدي تنخسرني وردي وردي وتنخسرني بيدي إلا في الخير يا خير يا خير واحد أما أيفي من واحد أما من واحد أما واحدة ما يفهم واحدة ما يفهم
وحدة ما يفي ما يفي من واحد في في من واحد يفي ما يفي أحمد الله اللي زين لهنا طافلين والله ينقص البتيت لله ينقص البتيت بين اللي وقتنا ما ترون ياسر حتى وبالنسبة لذوك اللي لا يمكن يلتحقوا بنظرك في اللحظات رغم عندهم يمكن يتواصلوا معنا عن طريق 45 25 32 66 45 25 32 66 و 44 70 05 00 44-65-05-00 45-25-30-66 ألو مرحبا يا ألو ألو مرحبا ألو مرحبا يا ألو ألو أيوة ألو مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا أنا متصل الله كسبك شو؟ هديت الحلقة الخالية من والده. آه؟ ليت ما هديت الحلقة الخالية من والده. هديت حلقة خالتك. خالتي هذه الحلقة. إيه ورانا قابلين هلك أنت بصفة خاصة غير البرنامج ما ليه ده غير تبي بعد قابلين هلك أوكي. رانا هذه. إيه جدني. إيه ورانا هذه أوكي. هذه الخالتي. إيه والله مرحبا بك سلوان. مرحبا. أنا نخات هذا من معجباتي برك. اوكي اذا هيك انتوا ماشي ربتيت يا رجال ما هعلم احمى يا السيد او سيد احمد السيد وفي سيد احمى يا السيد شين علي مغراهم
ميسيس مغداهو 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 أحمل الزيات أحمل الزيات الله الله شوفي بركة مثلا تقريبا 5 دقائق إلى 4 ليه تقولين هذا ما أنك أنك حضرك ليه مبيلو تقولين طبعا والله شي عسلان وشور عسلان بيلو لها يوقي بيك طفايا طفايا مالك 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 الطويلة ومشي وحوي وحوي ملمة يتقرى الله الله يا وزين وزين من ليلة وفيلاح 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 من البلاح صاب كل ليلة مليلة وفيلاح صاب كل ليلة مخضوق ويالي في قدح الحد النسمة يلو حد النسمة حتى الناس ما يعيش وتملك حياتي وتملك حياتي شحيت في الزلو وعزلو وشحو لياتي شحيت في الزلو الزلو وشحو لياتي شحو لياتي لياتي أفزك يا نار نبيا وطياتي نبيا 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 وطياتي والشحو يسوى عاد يسوى عاد الشحو لياتي والشحو يسوى عاد يسوى عاد الشحو الله 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 الله
زين الله زين الله زين مسعيد المحترمين والله حقيقة حكمنا لا الوقت توفهم ما قدروا نقطعوا عنده النغمات العذبات الزينات المطربات مع فناتنا الكبيرة اللي كانت جد ممتعة بهاي السهرة وكانت أطربتنا أي ما طرب بارك الله فيك بركها. إذا مشاهدي الأعزاء أرجو أن تكون هذه الحلقة نالت إعجابكم ولكم تحيات الفريق الذي أسرف معي على هذه الحلقة على الصوت بلال والمبارك وفي التصوير محمد فارو المحمد ومختار للعالم ومحمد محمود وعلى الإخراج المخرج المبدع الشاب مصطفى المحمد وإلى أن يضمنا لقاء جديد هذا سد مليد يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oh, 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 oh